الكويت في عين العاصفة غدا وبعد الغد، وطلائع هذه العاصفة وصلت قبل أوانها عبر موجة من الإشاعات العاتية فاضت بها مواقع التواصل، وبلغت هذه الإشاعات ذروتها بالتعطيل وإقفال المدارس وعدم التجول، ولم تتمكن تطمينات الأرصاد واستعدادات الدولة لمواجهة الطبيعة الغاضبة من حصر العاصفة أو في تغيير مسارها. لكن تدخل مجلس الوزراء اليوم استطاع أن يسيطر على العاصفة التي هبت بعد إزالة خيام عاشوراء، فشكل لجنة تحقيق واستنكر واستهجن ما جرى، ووعد بكشف نتائج التحقيق ومحاسبة من كاد يشعل فتنة قد تحتاج إلى ماء الدنيا لإخمادها. العاصفة المتوقعة والتي لا يمكن السيطرة عليها تسبب بها منخفض جوي سوداني، وستصل غدا بالتزامن مع وصول قادة الدول العربية والأفريقية إلى اجتماع القمة، وستحل أفريقيا برعدها وبرقها ومطرها وقادتها واقتصادها ضيفا عزيزا على الكويت، السباقة إلى دعم الدول الأفريقية الأشد حاجة للتنمية. وحرص وزراء خارجية الدول المشاركة على الطابع التنموي والاقتصادي بين العرب والأفارقة من دون أن تغيب فلسطين كقضية مركزية تفرض نفسها على لقاء القادة يوم الثلاثاء المقبل. وستصدر القمة بيانا خاصا يدين الاستيطان في القدس والضفة الغربية تحديدا، كما سيفيض نهر النيل العظيم على القمة التي ستشكل مناسبة لالتقاء دول الحوض حول سد أثيوبيا وتبديد مخاوف السودان ومصر من انخفاض منسوب حصتهما في النيلين الأبيض والأزرق. ولن يكون بمقدور القادة العرب والأفارقة التدخل لمنع المنخفض السوداني في السيطرة على سماء وأرض الكويت، وهو سيفرض نفسه ضيفا باردا على جدول أعمال القمة. وبحسب توقعات الأرصاد فإن العاصفة ستشتد يوم الثلاثاء المقبل وستبدأ بالانحسار يوم الخميس. حالة من الهلع والخوف وسط الأسر بعدما انتشرت مجموعة من الإشاعات والتكهنات حول حالة الطقس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى مختصون ما انتشر على لسان البحرية الأمريكية وإعلانها حالة الطوارئ في مناطق معينة، وذلك تحسبا لأحوال جوية تعتبر هي الأقوى منذ 30 سنة. وأفاد المختصون بأنها معلومات مغلوطة سببها غياب معلومة وضعف الثقة في الجهات الرسمية المسؤولة. الحقيقة انتشر في وسائل اللي يسمونها الفيسبوك والتويتر وغيرها والواتساب خبر منسوب إلى البحرية الأمريكية أن هناك راح تصير عواصف وتؤدي إلى يعني من سرعتها أن تقلب السيارات وغرق من أكثر من 30 سنة. فالأسف يعني مثل هذه الأخبار يفترض أن تصدر من مسؤول رسمي في البحرية الأمريكية. وذكر مختصون أن الأجواء قد تسودها أمطار متفرغة رعدية مساء اليوم حتى الخميس المقبل لا تستدعي حالة الهلع والخوف، وتحذيرات بسيطة إلى رواد البر من الأجواء الرعدية. من المتوقع هطول أمطار من بداية منتصف اليوم الليلة، تستمر هذه الأمطار إلى يوم الخميس لكن بشكل متقطع. الجزيرة العربية كلها مسيطر عليها المنخفض الجوي الصومالي السوداني آسف، وإذا سمعنا الأخبار أمس كانت هناك أمطار غزيرة في الرياض، وسوف تسود هذا الغيمة الكبيرة الحقيقة اللي راح يصاحبها أمطار رعدية وبرق. ويذكر أن هذه الأجواء المتقلبة تسببت مساء الأمس بسيول وعواصف في السعودية والإمارات وقطر، وتبقى البنية التحتية أحد العوامل التي يتجنب بها المجتمع الأزمات الطبيعية في حالة الأمطار والسيول. الكويت في عين العاصفة وموجة من الإشاعات والتكهنات حول حالة الطقس والأجواء المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، وتساؤلات جادة حول قدرة البنية التحتية على استيعابها وتجاوز أي أزمة طبيعية. سعدون محمد، قناة الكويت.